طاهر الصبيح. محمود إدريس موسى العوامي أحد القائمين على لجنة دعم ثوار بنغازي وأهاليهم. طبعا هذه الاحتفالية هي الاحتفالية لإتمام العام الثاني لعمل هذه اللجنة. انطلقت هذه اللجنة من قول الله تبارك وتعالى: وافعلوا الخير لعلكم ترحمون، وانطلقت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه. فهذه اللجنة قامت على شؤون النازحين من مدينة بنغازي إلى المنطقة الغربية. كما وضحنا في الاحتفالية أنها كانت تحت بنود عسكرية ولجنة التسكين ولجنة الإغاثة واللجنة الصحية وما إلى ذلك، وهذه احتفاليتها الأولى بعد إتمام عامين كاملين على أدائها وعلى عملها وعلى برامجها. فأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون انطلاقة العام الثالث أفضل وأفضل وخير وخير، وبارك الله تعالى في جهود الخيرين من رجال الأعمال الذين دعموا هذه المؤسسة وأقاموا على شؤونها. ثم إن نسأل الله تعالى أن يرد المهجرين من مدينة بنغازي إلى ديارهم ولبيوتهم التي أخرجوا منها عنوة، وأن يجمع شمل الليبيين على كلمة واحدة وعلى الخير وعلى البر والتقوى، ويحقن دماءهم شرقيهم وغربيهم وجنوبيهم، وأن يوحد صفوفنا على الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه.